النجم الكبير المحبوب اللي مشرفنا دايما واللي يمكن انتوا يعني كان رفيق الدرب زي ما بيقولوا، كانت البداية وكانوا شوكوا حلوة قوي 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 على بعض. النجم الكبير والاول مرة معايا انا في اسرار النجوم تامر حسني. تامر انزل المقدمة دي كلها على فكرة دي قليلة جدا، لان انت بجد بجد يعني انا ما صدقتش دلوقتي لما عرفت ان انت معانا على الهواء. انت مش فاهم انا مبسوطة ازاي يا تامر بجد. حبيبتي ده شرف ليا والله العظيم. والله كتير عليا قوي الكلام ده كله. لا انت كده فعلا واكتر من كده بجد، يعني عايز اقول لك ببساطتك وبتلقائيتك وباغانيك وبافلامك انت بقى ليك يعني شعبية وجمهور في كل حتة في العالم بجد. ربنا يوفقك يا تامر بجد. الحمد لله الحمد لله يا ربنا. احنا بقى بنتكلم عليك النهاردة من اول الحلقة مع محمد سامي. والله انا سمعت كده ف يعني ما لحقتش يعني الكلام اللي كان سامي بيقوله، بس يعني انا عارف محمد بيقول عليا ايه ومن غير ما يقول حاجة. الحقيقة انا ازيك يا محمد اسلم عليه الاول. ازيك يا استاذ تامر. ده حبيبي. عايز اقول لك انا بتكلم طبعا بصفتي اخو محمد الكبير. ويعني من اكثر الناس يعني تقدري تقولي بعد عيلته يعني. انا فرحان بيه وفخور بيه بشكل مش طبيعي، لان محمد مجتهد وطول عمري بقول عليه عنده وجهة نظر من زمان وهو صغير. يعني احنا لينا فيديو يا محمد نقول عليه ولا ايه؟ طب قول اللي انت عايزه، انت تعمل اي حاجه، انت في حته لوحدك يا تامر. تامر حسني ده هو كان لسه بيقول والله ان يمكن في البدايه كنت انت اول حد كنت مؤمن بيه، يعني يمكن وقتها حتى المنتج ما كانش عايزه هو يعمل لك المسلسل او الفيلم، ولكن انت اللي كنت متمسك بيه. فانا بقول له ازاي تامر حسني كان قادر يحط ثقته كده فيك؟ يعني انا عايز اقول لك حاجه. قبل الموقف ده انا قابلت محمد فتره كده وهو صغير جدا، طبعا انا كنت صغير برضه يعني كلنا كنا صغيرين. انا كان هو في المدرسه ساعتها لسه، وانا كنت تقريبا ثالث سنه غنى، وكنت انا اعرفه من خلال بس قعدنا كام قعده كده اتكلمنا، حسيت ان انا بتكلم مع واحد سابق سنه بكتير. فيومها كان في المدرسه بتاعته، قمت رافع ايده كده قلت لهم افتكروا اسمه كويس، كان هو لسه في المدرسه، افتكروا اسمه كويس هيبقى ليه شأن كبير قوي. عندي فيديو كده. واو قال كده فعلا. ما تبعت لي الفيديو ده يا محمد. لا مستحيل. ده انا اللي عايز فكرت مره زمان اعمل كده، بصيت فيه شكلي غريب جدا يا تامر جدا. أيوة وبعدين برضو كمان لو بعته لك مش هيعجبك شكلك قوي زي ما انت متخيل. انا عايز اشوفه الفيديو ده. كل ما تلاقي كل اشكالي موجوده على ايوه طبعا عادي. لا بصي انجي، تامر بجد بجد اكتر بني ادم شفته في حياتي انسان على جميع المستويات بقى. على جميع المستويات هو اول حاجه عنده فكره الانسان دي. فكره الانسان، الاحساس بالاخر. انا ما اعرفش ازاي هو ربنا بيخلق ناس طيبه وناس اطيب وناس انا ما اعرفش ازاي هو عنده القدره على ان هو يتحمل الاخر بالشكل ده، ايا كان مين الاخر بقى. ايا كان هو بيدي لكل واحد عذر ولكل واحد فرصه واتنين وعشره، وما يحبش حد متضايق. ده طبعه، هو كده في البيت، هو كده في الشارع، هو كده في الناس. يعني مثلا ايه، ممكن نبقى بالعربيه مثلا وبعدنا بعيد وحد فعلا بيشاور من الشارع الناحيه الثانيه وهو فعلا ما خدش باله، فتقولي له يقوم لافف له. هو فكره يقول لك ايه، لو للحظة حس ان انا ما بصيتلوش، مش فكرة نجمه وجمهوره او شكله، لا ما بيحبش يكسر حد خالص بشكل ولا فيه. ودي اكتر حاجة مخلية تامر حسني من وجهة نظر انا بره النجاح والارادة والفن والموهبة والسعي. وانا شفت الراجل ده بينام ساعتين، ده تامر حسني ده شكله بتشوفيه بيهزر وكده، تامر ده بينام ساعتين بجد. يا نهار ابيض يا تامر، والله بينام ساعتين بجد وهو بيشتغل بيهتم بشغله بشكل ما كانش ربنا سبحانه وتعالى عمل لتامر حسني ما كانش بقى في المكانة دي. صح، هو في مكانة منفردا بيلعب في منطقة منفردا ملهوش علاقة بحد فيها، نجم من تراث فريد بشكل هو في حتة لوحده، في حتة لوحده تماما تماما تماما، في حتة لوحده على مستوى البيع وفي حتة لوحده على مستوى الإيرادات وفي حتة لوحده على مستوى الجماهيرية وفي حتة لوحده تماما. كل ده أحترمه جدا. أتكلم في إنسانية تامر حسني أنا لم أرى لها مثيل. في فكرة احترامه للناس أنا ما شفتش لها مثيل. أنا عمري في حياتي في 20 سنة ما شفت تامر حسني ضايق شخص.
ولو هو متضايق ولو هو مبسوط، عمري في حياتي ما شفته ضايق شخص. تقعدي تسحبي كلمه من بقه سحب، واحنا بنتكلم الطبيعي بننم كبني ادمين بننم. ما يحبش ما يحبش. فكره انجي مش موجوده، خلاص هي انجي مش موجوده. تامر حسني انت عندك اخلاق بجد والله تستاهل عليها تكون اللي انت فيه. ربنا طبعا بجد يا سامي، ربنا ربنا يكرم. انت يعني ثبتني وانت بتتكلم كده، انا متكلم عشانك. انا لا والله بجد والله انا بفرح لما يكون في مناسبه اديك فيها حقك، عشان انت فعلا بجد يعني انا عشان عارفك عن قريب عارف كويس انت عامل ازاي. انت 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 انسان كويس قوي بجد. بدليل النهارده يعني دايما. اما جت الفكره بتاعت ان تامر حسني يكون ضيف شرف ولد الغلابه، تامر حسني ما ترددش؟ ما ايه اللي حصل يعني؟ تامر انت كنت منور ولد الغلابه بجد، وكنت سايب بصمه تجنن، وفرحنا بيك جدا جدا. بس ازاي جت الفكره وازاي هو قبل كده عادي على طول؟ يعني ازاي حصل؟ انا عندي نفس الدهشه اللي عندك لغايه دلوقتي. قبل ما سامي يرد على السؤال ده، بس يا محمد انا طبعا بشكرك على كل اللي انت قلته، وانت حبيبي رمز بقى فعلا للانسان الاصيل اللي ما بينكرش مجهود حد. الواحد ممكن يبقى وقف مع ناس تانية بس ما شافش الاخلاص والولاء يعني لاخر لحظه. هو زي اليوم اللي قدمته فيه نفس محمد سامي معايا، هو لغايه النهارده نفس الكلام اللي بيقوله وانا نفس الكلام. بس الفكره ان فعلا الدنيا فيها ناس بتتغير، وفيها ناس بتنسى، وفيها ناس بتبقى عايزه ما تفتكرش اللحظه دي. معرفش ليه اصلا، مع ان مع انها لحظه جميله الانسان اللي بيبقى حاسس بيك وحاسس بموهبتك وقدامك. محمد بصراحه طول الوقت هو انسان مختلف، وغير اجتهاد وغير الحاجات دي برضه هو انسان اصيل اصيل ومتربي كويس. طبعا والده ووالدته يعني انا بعزهم جدا وبعتبرهم ويعني زي امي وابويا، بحبهم جدا. هم طبعا وقفوا جنبه جامد وعمل مشوار كبير جدا معاه، واخواته وكل الناس امنت بيه عشان هو يستحق ده. محمد مخرج كمان لسه انت ما شفتوش حاجه، يعني كل النجاحات اللي عملها ما شاء الله. يعني اي مسلسل كان بينزل يعمل بعيدا عن كلمه اعلى مشاهده بيعمل، يعني طبعا كان بيحقق اعلى المشاهده، بس بعيدا عن ده العمق اللي بيقدمه والمضمون اللي كان دايما بيقدمه، كان دايما هو بيبقى المسلسل اللي لفت النظر ومحور الكلام عند الناس كلها. اي كل مسلسلات عملها ما شاء الله عليه عنده وجهه نظر صائبه بنسبه 100%. كل سنه ما فيش حاجه اسمها كده، يعني ده واحد مركز جدا، فاهم بيعمل ايه، ذكي جدا، حاسس بالشارع المصري كويس جدا. محمد بيخش يتكلم بيقول في الحوار حاجات حتى لو مش هو كاتبها، بيقول كلام الناس بجد، الكلام اللي يلمس، الكلام اللي يوجع، الكلام اللي يضحك. محمد مبدع في الحوار، غير انه يعني بيعمل افكار كتير وافلام بيبقى هو عاملها، بس مبدع في الحوار، بيعرف يطلع حوار بجد تحسي ان لا لو انت مكانها هتقولي كده، او لو مش هتقولي كده تقومي قايله الله على الجمله اللي قالت. فمحمد مبدع من يومه من يوم من وهو صغير لغايه النهارده، واحنا لسه ما شفناش حاجه الحقيقه، لسه كتير وكتير وكتير منكم انتوا الاثنين. يعني ربنا يديكوا الصحه وطوله العمر وتمتعونا. معلش لو تسمح لي طبعا، انا طبعا اتخذت، ولكن انا عايزه ابارك لك جدا 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 على فيلمك اللي جاي، فيلم الفلوس. الف الف مبروك يا تامر، التريلر يجنن. مستنيين نشوف اكيد تامر حسني في فيلم جديد بشكل جديد، وطبعا عايز اشوفك قريب جدا انت ومحمد سامي مع بعض. ربنا يخليكي وربنا يبارك فيكي، وان شاء الله يعجب الناس. احنا تعبنا فيه جدا، وانا مجدد من نفسي في شويه حاجات ان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله. ومحمد طبعا انا وهو عندنا حاجات كتير بنحضرها، ان شاء الله قريب هنلاقي حاجه جديده بنعلن عنها. فكره المسلسل، عشان انت ذكرتي حاجه في المسلسل، طبعا ده شرف ليا ان انا اشارك محمد اخويا ومخرج كبير، وطبعا النجم احمد السقا صديق عمر، فنان كبير وفنان يعني رائد، اقول لك ايه، رائد لنوع من الفن، وانسان مثقف وانسان محترم وانسان خلوق وخدوم كل الحاجات. يعني لو يعني سمعتي فيه مجروحه، بس احمد السقا عملاق يعني، وراجل يستحق كل التقدير والاحترام، وكان لازم ان انا ما اترددش واروح له. يعني الصداقه والعشره اللي بينا وحبي فيه كفنان اصلا خليني ان انا كان اول ما يطلب مني كده هو او محمد ان انا انزل على طول اعمل المشهد ده. واجتهدنا الحمد لله لغايه ما طلعنا الحاله اللي طلعت للناس. انت عارف يا تامر ان انت لما طلعت الناس كلها ما كانتش مصدقه، هو ده تامر حسني؟
هو ده ولا ده واحد شبهه؟ هو ده تامر، انت وصل لك ده؟ ناس كتير قوي اه هو ده، انت متاكدين ده تامر حسني؟ ده احمد السقا وتامر حسني مع بعض ولا ده واحد شبهه؟ وصل لك يا تامر؟ اكيد ده كمان. انا ما كنتش قايل اللي حواليا، انت ما قلتش لحد خالص. انا ما كنتش قايل اللي حواليا، وبعدين والناس قاعدين بيتفرجوا معايا فجاه، اول ما بيطلع اول خمس ثواني ما حدش بيعلق، كله صمت. اه وبعدين بعد كده هو ايه ده؟ ده بجد احنا شايفين صح؟ هو في ايه؟ لا وبعدين هو لما جه المشهد ما كانش كده، ده هو برضو ما شاء الله عليه، هو is very talented. He is جدا. هو صاحب فكرة ان هو يكون اعرج بجد. طبعا واو. طبعا واو. وهو صاحب الفكرة بتاعت انت جميل انك اخوك اسمه ايه شلبي يا تامر؟ محمود شلبي. اخوك محمود شلبي، فبيقول لي محمود شلبي، فانا جوه دماغي قاعد بجرب، وهو بيقول لي على فكرة، بيقول لي ايه رايك يا سمير، بقول له كذا، فانا وانا قاعد بدور في دماغي مين محمود شلبي ده، انا عارفه، قلت له مين محمود شلبي يا تامر؟ راح قال لي انا. لا بص هو رهيب، هو جه عمل اضافه كبيره، عمل طبعاً. اضافه كبيره كبيره كبيره، حتى على مستوى المشهد، على مستوى درامه المشهد، فكره تفصيله ان هو اعرج، وتفصيله ان هو محمود شلبي، وتفصيله. على فكره تامر حسني ممثل تقيل جدا. يعني هو بيعمل افلام دلوقتي اللي هي طبعا اكيد علشان مثلا عمر وسلمى او الافلام احنا كلنا شفناها، بس تامر حسني ممكن فعلا يعمل شخصيات مركبه وهينجح جدا فيها، بس هو طبعا الغنى اكيد واخدك برضو يا تامر، بس انت فعلا انت في منطقه انت ممكن تعمل شخصيات. يعني انت محمد لو انت بتعمل مسلسل تحب تجيب تامر حسني في دور عامل ازاي؟ تامر حسني اول مسلسل عملته في حياتي ادم بالظبط، ادم تامر حسني فيه مش كوميديان. اه لا تامر مش ممثل، لا تامر ممثل جامد قوي قوي قوي. يعني هو انا وجهه نظري الخاصه، هو ايه، بحس كده ساعات ان انا بستخسر تامر في الجد من كتر ما هو بيضحك. انت فاهم؟ ما هو انجي برضه مش بيضحك عادي. أيوة بصراحه. ايوه ايوه هو مش بيضحك عادي، هو بيضحك زي العالم. صح ايوه. احنا عايزينه يغني وعايزينه أيوة يضحك، هو عنده حاجات كتير. انت وزع تامر، بص انت المفروض تعمل فيلم مثلا تراجيدي، وبعدين جنبه فيلم اكشن، جنبه فيلم من كوميدي، فاهم؟ عشان تعوض، محتاج يعني محتاج مجهود زياده في النص بقى، ايه البومين حاجات دي، فاهم؟ انت عندك مواهب. اول حاجه تراجيدي، واقول خلاص بجد بقى انا هزر بقى، يلا يا جماعه. ايوه طب تصدق دي فكره تجنن، وحياه ربنا بجد تامر، بجد بجد ربنا يوفقك، وانت من نجاح لنجاح، وهنستنى فيلم الفلوس ان شاء الله. ان شاء الله يكسر الدنيا. هو هينزل يوم ايه بالظبط؟ والله يعني لغايه النهارده ان شاء الله، قبل اجازه نص السنه يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني. ان شاء الله احنا في انتظاره، وفي انتظارك انت كمان تيجي تنورنا هنا في نجوم اف ام، ونغني بقى مع بعض شويه، ونتكلم عن الاعمال الكتيره الحلوه، ونستمتع بيك يعني، حتى تقرب من مستمع الراديو ومن مشاهدي التلفزيون. آه ونطلع اسرار اكتر يا تامر ان شاء الله بجد. ان شاء الله انجي، وانا اللي اتشرفت ان انا في البرنامج بتاعك، وعايز اقول لك من اجمل البرامج اللي انا ظهرت فيها من زمان، من اول ما طلعت كانت معاكي برضو. فاكر يا مسهرني كان يجنن، وغنى غنى كان يجنن، كان رائع ده حقيقي. ان شاء الله نعمل حلقه ثانيه باذن الله، وبشكرك يا محمد على الكلام اللي انت قلته عليا ده. انا بجد اللي بشكرك يا تامر بجد قوي 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 بجد بجد، شكرا بجد. انا بتشرف بيك، انا اللي بتشرف بيك، وربنا يكرمك في كل الحاجات اللي جايه، وربنا يفرح قلب والدتك ووالدك بيك دايما يا رب. يا رب يخليك لي يا حبيبي، يا رب يخليك لي يا تيم. تامر حسني كانت مفاجأة فظيعة 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 ان انت كلمتنا النهاردة على الهواء، مبسوطة جدا بيك بجد، وبالتوفيق، ومن نجاح لنجاح، وفناننا الكبير اللي مشرفنا تامر حسني بجد والله. ربنا يخليك، ألف ألف شكر. ميرسي يا تامر، ميرسي يا تامر، ميرسي يا تامر.